ساعة حبست فيها الأنفاس والكل يترقب. لماذا تعثرت عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي؟ سيناريوهات عدة في وقت قياسي، أبرزها أن الهدنة باتت مهددة بالفشل بعد تصريحات متضاربة من الاحتلال، ليدخل المفاوض المصري من جديد على خط التواصل مع الأطراف المختلفة. وبعد ساعات ترقب العالم، بدأت مياه الهدنة في الجريان من جديد، وتوالت مشاهد نقل الأسرى من سجون الاحتلال والمحتجزين من غزة، كل إلى وجهته. يلتقط الجميع الأنفاس ويتنفس الفلسطينيون الصعداء، مؤكدين التزامهم بكامل بنود اتفاق الهدنة، ومتمسكين بتفاصيلها دون أي نية للتهاون مع الاحتلال في تنفيذ ما تعهد به. مشاهد الفرحة التي عمت أرجاء الضفة الغربية احتفالا بوصول الأسرى تضمنت مشاعر تعجز الكلمات عن وصفها، ما بين أسيرات تركن أطفالهن وتجرعن مرارة المرض في سجون الاحتلال، وصبية فقدوا زهرة صباهم خلف قضبان المحتل ليواجهوا اعتداءات مستمرة من سجانهم. تراوحت روايات المفرج عنهم، ولدى كل منهم ذاكرة زاخرة بالحكاية عن ليال طوال قضوها خلف القضبان. ومع إتمام المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، تتعلق الأعين بمرحلة ثالثة تبدأ ومعها تحديات جديدة، أن تصمد تلك الهدنة بل وتستمر لأيام جديدة قد تسمح لأعداد أكبر من الأسرى الفلسطينيين أن ينعموا بدفء أسرهم من جديد.